بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بنتعلم طريقة كتابة الإشيوز داخل مشروع. طب شو الهدف من الإشيوز؟ الإشيوز بتكون موجودة عندي إياها في المشروع، هيا هون نكبس عليها. والهدف منها لما أنا أكون شغال داخل تيم واكتشفت مشكلة أو تحسين للكود أو حل مشكلة، فعشان أوثق المشكلة هاي أو حل المشكلة لازم أنا أعمل إشيوز. فمباشرة بنعمل نيو إشيوز. أول إشي بيطلب مني إن أكتب تايتل للمشكلة اللي أنا شايفها. فبتحكي إنه مثلاً don't work up، الابليكيشن مش شغال. القسم الثاني هو وصف للمشكلة. ممكن أنا أحط هنا صورة، أحط فيديو، حتى ممكن أكتب هنا حل للمشكلة. زي ما حكيت لك أي صورة عندك إياها أمسكها وأعملها drag drop، تمام؟ يعني أمسك الصورة بهذا الشكل. على سبيل المثال هاي صورة عادية، اعتبرها حل لمشكلة. مباشرة هاي تم تحميل الصورة، بس نستنى يعمل uploading وهي تم تحميل الصورة. لو انتقلت هسه على preview فهاي الصورة صارت عندي. وبتقدر تكتب اي شيء بدك اياه. لو جينا هسه على اليمين هتلاقي خاصية اسمها assign. ايش يعني assign؟ المشروع أنا شغال عليه بس موجود فيه شخص واحد وهو أنا، مهندس محمد السيد. إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نبني تيم كيف نخلي أكثر من شخص يشتغلوا على نفس المشروع. فبتقدر تعمل أساين لشخص معين. على سبيل المثال أنا عندي مشكلة في صفحة بناها مثلا علي، فبعمل منشن لعلي عشان علي يشوف المشكلة هاي ويحلها. فمثلا أنا بدي أسوي هسه منشن لمحمد. الليبل هنا بتحدد انت الاشيوز اللي كاتبها، هل هي مثلا باج، مشكله، دوكمنت توثيق، دبليكيت، اشي متكرر في المشروع، انهاش من تحسين للمشروع، جود فيرست اشيوز، اول اشيوز الي. طيب هيلب بوينت، بدك مساعده، انفاليد، صار الكود اكسباير، يعني خلينا نحكي انه انت كاتب اشي اكسباير انتهت صلاحيته، كويستشن هو عباره عن سؤال، وونت فيكس هي بتحكي انه في عندي نقطه هون مش شغاله، نختار باج. طبعا انت بتقدر تختار اكثر من واحدة، خلينا نختار احنا هسه بس الباج، وخلينا نعمل هسه نيو ايشوز. لو رحنا هسه على الايشوز فانت هتلاقي انه في عندك dont work app وهي عبارة عن باج. انت كمسؤول عن المشروع راح يجيك اشعار مباشرة يحكي لك انه انت في عندك مشكلة او في عندك ايشوز. فبتفتح الإشيوز وبتفتح الدونت وورك أب. أنت هم بتقرأ المشكلة وتشوف تفاصيل المشكلة، وبعدين لازم أنت تحل هاي المشكلة، وهي عبارة عن شات. فأنت بتكتب له حل المشكلة، بتدردش معه، بتحكي له مثلا أعطيني توضيح أكثر. بعد ما تحل المشكلة بشكل كامل بتتأكد أن المشكلة انحلت عنده، تعمل كلوز إشيوز. معنى الكلوز إشيوز معناته أن المشكلة هاي تم حلها بشكل كامل. خليني أعطيك مثال ثاني. في المحاضرات السابقة حكينا عن فلتر اللي هو عبارة عن فريم وورك خاص ببناء التطبيقات على الأندرويد، أي أو إس، ويب وديسكتوب. فهي كود الجيت هاب الخاص بالفريم وورك فلتر. لو فتحنا الإشيوز فأنت هتلاقي هون إن عندك 57,000 تم تسكير المشاكل الموجودة داخل فلتر، وفي عندك هسه 10,500 مشكلة مفتوحة. نكبس هسه على كلوز ونشوف المشاكل تم حلها. خلينا ندور على بق. هي عندنا هون دبليكيت، هون كتب تايتل، بعد هون بعطيه مثال بالصور بكل إشي، وتم حل المشكلة وعملوا له إيش؟ كلوز، سكروا لي إياه إن المشكلة تم حلها. فيها فكرة الإشيوز هي عبارة عن تواصل بينك وبين التيم اللي أنت شغال معه، أو مش شرط التيم. يعني هسه أنا فلتر مش شغال معهم صح، بس انا بشتغل فلتر، فواجهت مشكله داخل فلتر وبدي حل إلها. بكل بساطه شو بعمل؟ بنشئ نيو ايشوز. مثلا عندي مشكله في اظهار صوره داخل التطبيق، هم مباشره راح يساعدوني وراح يحلوا لي المشكله هاي، بعدين يسووا لها كلوز. النقطه بدي اشرح لك اياها، خلينا نرجع لمشروعنا. متذكرين الليبل؟ تقدر تعمل كاستمايز، يعني ايديت ليبل، وتعمل نيو ليبل خاص فيك. يعني مثلا خلنا نعطي ليبل اسمه تيست.
توضيح بس للتوضيح، هاي تيست ممكن تعطي ديسكريبشن كمان للليبل، وانت كمان ممكن تغير الكلر، اعمل كليك هون واختار الكلر اللي بيناسبك، بعدين تعمل كرييت ليبل. اذا انت حابب تسوي ليبل خاص لمشروعك. اتمنى شرحت لك الموضوع بشكل بسيط وسهل، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.